ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، عز فارتفع وعلى فامتنع، وذل كل شيء لعظمته فخضع، لا يصفه الواصفون ولا يحده العارفون ولا تحويه الظنون، وهو الحي القيوم، لا تدركه الأبصار ولا تحيط به الأقدار، ولا يغيره الليل والنهار، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا ومعلمنا محمد صلى الله عليه وسلم خير من صلى وصام وطاف بالبيت الحرام، يا خير مخلوق وأفضل مرسل وشفيع قوم أذنبوا وأساءوا، أنوارك العظمى إذا ما أشرقت يوم القيامة فالورى سعداء، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله، وصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الأطهار وأتباعه الأخيار ومن سار على نهجه واقتفى أثره من يومنا هذا إلى يوم القرار. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله تبارك وتعالى حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى، واعلموا أنكم إلى الله تبارك وتعالى راجعون، وبين يديه واقفون، وعن أعمالكم وأفعالكم مجزيون، من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، أيها الأحرار، أيتها الحرائر، أيها الثابتون الصابرون المرابطون، شباب الثورة السلمية في ربوع اليمن المبارك، يا دعاة الحرية، يا عشاق العدالة، إنني أرى النصر يحلق عليكم، إنني أرى النصر يحلق بكم، إنني أرى النصر القريب يا عباد الله. أيها الأحرار الثوار، فاستنيروا بنوره، فإن ربكم وعدكم النصر ووعدتموه الصبر، واصبر ولا صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. أيها الأحرار، أيها الثوار، إنكم قد عزمتم على التغيير، فويل للظالم من إرادة شعب لا تقهر، ويل للظالم من إرادة شعب لا تقهر. إن الصوت الذي صرخ بالحرية اليوم يصعب قطع صداه، لأن هذا الصوت قد سمعته الدنيا وباركته السماء بقول رب الأرض والسماوات لدعوة المظلومين، لأنصرنك ولو بعد حين، لأنصرنك ولو بعد حين. حق للمظلوم أن يصرخ بصوت يسمعه العالم، حق للمظلوم أن يسمع بصوت يسمعه العالم أجمع، كما قال ربكم: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. أيها الأحرار الأطهار، إن سيل الدماء التي سالت من شهدائنا وجرحانا هي اليوم شهب نارية وحمم نيزكية فوق رؤوس قتلات الأبرياء من الكبار والشباب والصغار والنساء. اعلموا أن الحرية لا توهب، الحرية لا توهب،
وإنما تنتزع نزعا وتؤخذ قهرا. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. اسمعوا قول الله الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. يا من صدرتم أروع صور الثبات أكثر من 8 أشهر ولازلتم بنفس الحيوية والنشاط، بل مع قوة وتصلب الطغاة والضرب برصاصات الغدر والخيانة والعمالة لازلتم تزدادون يوما بعد يوم. فالساحات والميادين بالملايين في عموم الجمهورية، فهنيئا لكم ثم هنيئا. إنني اليوم أتكلم من هذه الساحة المباركة باسم ملايين المرابطين الثائرين في ساحات يمني المبارك، الذين عشقوا الحرية وشموا عبيرها، الذين شارفوا على النصر القريب بإذن الله في جمعة الوفاء لثورة 14 من أكتوبر. لكأني أنظر إليك يا جبال ردفان الشماء، لكأني أنظر إليك يا جبال ردفان الشماء وأنت تعانقين أبواب صنعاء. كأني بأرواح شهداء كريتر والقلوعة تتقابل في السماء فتحيي شهداء جمعة الكرامة ومحرقة تعز أبين. ولكأننا نرسم من دماء جرحانا هناك لوحة فنية تكتمل صورتها مع دماء شهداءنا هنا في أرحب ونهم وصنعاء وتعز. أيها الناس، لقد حررت البلاد في مثل هذا اليوم العظيم. حررها آباؤنا وهم يرفعون نفس الأعلام التي ترفعونها في ساحاتكم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ها أنتم يا ثوار اليمن اليوم خرجتم تجددون العهد والوفاء. لك يا أكتوبر ولك يا سبتمبر تردون الاعتبار لكي تحققون الانتصار العظيم على النظام العائلي البائد الذي أجهض المبادئ الثورية. خرجتم تستعيدون الوجه المشرق للثورتين المجيدتين وللمشروع الحضاري لليمن السعيد. فلله دركم يا أحرار، لله دركم يا ثوار، لله دركم يا ثوار. إن أول أهداف ثورتي سبتمبر وأكتوبر التحرر من الاستعمار والاستبداد، ولكن للأسف عشنا استبدادا عائليا آخر تشابهت أفعالهم وإن ادعوا الوطنية تشابهوا في قتل الأبرياء من الأطفال والنساء وفي نهب ثروات البلاد والأمة وفي تمزيق صفوفها وفي نشر الجهل والمرض والفقر وإفساد الدولة بتولية الفاسدين وعرقلة كل محاولة لتنمية الاقتصاد والتغطية على تلك الجرائم انتخابات مزورة ومواعيد كاذبة. صدق الزبير أبو الأحرار إذ يقول: هم طبعة للظلم ثانية تداركت ما قد أهملوا ونسوا. قولوا يا ثوار إن أبطال 14 من أكتوبر قاموا بواجبهم الديني والوطني، ولن يكون أحفادهم أقل وطنية، وهم الذين نادوا بالنضال السلمي وأحبطوا مخططات النظام العائلي بتسليم المحافظات الجنوبية لمليشياته المسلحة. لقد عانى أبناء المحافظات الجنوبية أكثر من غيرهم من تدمير المؤسسات العامة ونهب الأراضي وإقصاء الكفاءات ونشر الفتن والحروب بطريقة ممنهجة، لكن بحمد الله
جاءت هذه الدورة السلمية المباركة لإزالة المظالم ورد الحقوق ورد الاعتبار للأبطال والشهداء في جبال ردفان وغيرها. إن النظام العائلي بسلوكياته الخاطئة قد شوه معاني الثورة والوحدة والاستقلال التي تطلع إليها اليمنيون منذ العقود، وقدموا التضحيات تلو التضحيات من أجل هذا الوطن الغالي. أيا أحرار، إن رهان النظام على الزمن لإرهاق الثوار قد فشل فشلا ذريعا، ولم يبقى أمامه سوى الاستجابة للقوى الثورية، الاستجابة للقوى الثورية التي تنادي بمحاكمته.